زين، ليش كلمة وزنك زايد تضايق خلق البنات دكتورة؟ يعني أكيد يعني لما حد يقول لك متنانة يضايق خلقك تزعلين، صح ولما حد يقول لك ضعفانة حيل حيل تطيرين من الفرحة، صح فليش؟ لان احنا اليوم وزنك نازل، هذه مرتبطه بالجمال. يعني احنا الحين الترند البنت اللي وزنها وزنها خلينا نقول مثالي، اقرب للرشاقه، حجمها صغيرون كيوت، ولو الحين المقاييس الجماليه اختلفت في زمننا، بس ما زال كلمه انت ضعفانه لها اثر عاطفي عند البنت. يعني هي احلى، صارت احلى، مرتبطه ان وزنك نازل يعني انت احلى، يعني جذابه اكثر. زين، ليش وصلنا مرحله كان لاحظ يعني قبل هوس الضعف، يمكن انت في بوست حطيتي هوس الضعف كان مرتبط بعمر معين، المراهقات اللي ما يبون يمتنون او يخافون. الحين قاعد اشوف ان هوس الضعف صار عندنا باعمار كبيره شويه، يعني اخر الثلاثينات، بالثلاثينات عندها بالاربعينات بالخمسينات، اي تشوف نفسها يعني مشكله دكتوره انها هي ضعيفه وهم تشوف نفسها متينه. صح، فاكيد عندك هالحالات مرت عليك من قبل، ما تشوف نفسها متينه بس دائما تشوف ان هي ما لم تصل بعد الى اللي تبي. في ناس عندهم يحبون يشوفون نفسهم في اجمل صوره، هذا شيء طبيعي، واحنا كلنا يعني لازم اذا عندنا القدره ان نهتم باشكالنا وبمظهرنا، هي جواز المرور. لكن في ناس يصير عندها هوس، يعني اذا زادوا كيلو فعليا ما يعرفون ينامون. ما يعرفون ينامون؟ لا، تكتئب وتدش في حاله نفسيه مو جيده، وتحس ان هي خلاص يعني الدنيا سوداء، وتحرم نفسها، ممكن تحرم نفسها وتسوي صيام متقطع وتاخذ حبوب وتاخذ ابر، مع انها ما فيها وزن زايد، بس تروح اكستريم علشان تنزل هالكيلو او كيلوين، اللي هي تشعر انهم ممكن يكونون اقلوا من جمالها. مروا عليك حالات كذي دكتوره؟ يعني 12 سنه يعني اكيد اتوقع ان هذول الناس ما يبون اخصائي تغذيه، يحتاجون اخصائي نفسي اكثر. شوفي، احنا انا اعتقد ان في كل عياده لازم يكون في اخصائي نفسي، مو عياده تغذيه، في كل عياده تعالج اي شيء لازم يكون معاها معالج نفسي.